بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد أني أكون موجود في هذا الفيلم ومشارك فيه مع الشباب الطموحين المبدعين الحقيقة اللي تفاجأت في إبداعهم وممارستهم الفنية الجميلة. ونتمنى هالفيلم هذا يعني يكون له مكانة عند الجمهور ويكون له احتواء عند الجمهور ويرضي رغبة الجمهور كونه هو فيلم يعني. وأتمنى يعني حق الشباب أيضا التوفيق واللي قاعدين يسعون فيه شيء وايد جميل وايد حلو. وجودنا اليوم معاهم هذا واجب وهم يستحقون هذه الوقفة ويستحقون هذه الإشادة. ونتمنى عادها هالفيلم هذا هم بعد تستانسون فيه إن شاء الله، في أكشن وفي طقات وفي سوالف. الحين صار بريك، خلنا ناخذكم حق البريك. هذه المجموعة الشباب الحلوين، مخرجنا الجميل عبيد، أبطالنا الحلوين كلهم هذا لهم. مستمتع معاهم وأتمنى لهم التوفيق ومشكورين على هالتغطية. شوفكم بالفيلم مشهد 17 شوت دي تيك 1 أكشن. لذلك سيدي القاضي أطلب من عدالتكم تفويض العقوبة على المتهم تامر الطوفان. رفعت العدالة. ما سويت شيء.